العلاقات الأمريكية الصينية تشهد انهياراً بوتيرة متسارعة خلال الأسابيع الماضية، بينما يأتي إعلان كلا البلدين إغلاق قنصليات بعضهما البعض ليرفع ذروة التوتر لدرجة غير مسبوقة منذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وبكين في عام 1979، إذ إن الخلافات بين الولايات المتحدة والصين متراكمة، بدءاً بالنزاعات في بحر الصين الجنوبي مروراً بالميزان التجاري وحماية الملكية الفكرية وصول إلى تفشي وباء كورونا وتهم التجسس، لكنها لم تصل إلى حرب القنصليات وتحشيد عسكري كبير في بحر الصين كما هو الحال الآن. إذ ردت الصين على قرار البيت الأبيض إغلاق قنصليتها في هيوستن بولاية تكساس بإغلاق القنصلية الأمريكية في تشانغدو. إذا عدنا بالزمن أسابيع أو شهورا فسنجد أن واشنطن ما فتئت تضغط بقوة ضد بكين، وما يجري الآن هو استمرار للضغط. لهذا ما نراه هو تصعيد متسارع للخطاب من الإدارة الأمريكية حول ما يقولون إنها أنشطة صينية خطرة ومثيرة للقلق، وخصوصا سرقة الملكية الفكرية والمبتكرات الأمريكية. وفيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بكين بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية والأوروبية، ردت الصين باتهام دبلوماسيين أمريكيين بممارسة أنشطة تهدد الأمن القومي الصيني. الصين تسرق حقوق ملكيتنا الفكرية، وبسبب هذا نخسر ملايين الوظائف في الولايات المتحدة، وبسبب الصين أيضا فإن أهم قنوات الملاحة العالمية غير آمنة للتجارة الدولية. وفيما يتفق الأمريكيون جمهوريين وديمقراطيين على ضرورة التصدي للأنشطة الصينية المقلقة، يرى خبراء أن تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الصين يأتي لتعزيز حظوظه الانتخابية بعد تراجع شعبيته بحسب استطلاعات الرأي أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن. لا شك أن هناك تصعيد أمريكي وتشدد من قبل الولايات المتحدة تجاه الصين، وقد يزداد هذا التشدد الأمريكي تجاه الصين في الأسابيع والشهور القليلة القادمة حسب قواعد لعبة الانتخابات الأمريكية. لا تنسي أن الرأي العام الأمريكي معبأ ضد الصين وخصوصا بعد أزمة كورونا. وفي غضون الأسابيع القليلة الماضية فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب سياسات بكين في هونغ كونغ، ومنعت حصول الشركات الصينية على التكنولوجيا الأمريكية. وفي خضم هذا التصعيد غير المسبوق بين واشنطن وبكين، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك أسبر عزمه زيارة الصين في خطوة يأمل مراقبون في أن تسهم في تخفيف حدة التوتر بين البلدين. زينة إبراهيم للعراقية الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن.